بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله استكمال لحل أسئلة المتميز. خدنا المرة اللي فاتت الجزء الأول وحل أسئلة الاختيار من متعدد. النهاردة هناخد حل أكمل العبارات التالية وصوب والمصطلح العلمي في الجزء الثاني. جايب لي مجموعة كلمات: الشبكة الغذائية والمدادة والشمس والتحلل والنباتات والصغور، وعايزنا نختار الكلمات دي ونحطها فين؟ في الإجابات مكانها. يلا أول واحدة: تنمو السيقان مين؟ السيقان مين اللي بتنمو أفقيا على سطح التربة؟ عرفنا الإجابة؟ أيوة يا مستر عرفناها، تنمو السيقان المدادة هي اللي بتنمو أفقيا. اللي بعده: تحتوي أوراق النبات على إيه يسمح بدخول الهواء؟ أقول له يحتوي على صغور، يبقى الصغور فتحات صغيرة تسمح بدخول الهواء. نمرة ثلاثة: مين اللي بتتكون من تداخل السلاسل الغذائية؟ أول ما تلاقي سلاسل غذائية وكلمة تداخل تجيب الجمع بتاعها، الجمع اللي هو مين؟ الشبكة الغذائية. طب دي موجودة فوق؟ أيوة موجودة. عملية التدوير اللي بتقوم بها الكائنات المحللة لبقايا الكائنات الميتة لها اسم تاني، اسمها عملية إيه؟ اسمها عملية التحلل. طيب مين المصدر الرئيسي للطاقة في جميع النظم البيئية؟ أقول له الشمس، الشمس أم الطاقات، الشمس المصدر الرئيسي للطاقة والحرارة على سطح الأرض. نيجي لسؤال تاني وبرضه جايب لي مجموعة كلمات وهنختار منها المناسب ونحطه في المكان الخالي يا واد يا غالي. أول نقطة: تستمر دورة انتقال الطاقة من الكائنات المنتجة إلى الكائنات المستهلكة. إلى الكائنات مين؟ برافو عليك، إلى الكائنات المحللة، وده التسلسل الطبيعي. النقطة الثانية: يصنع النبات غذاءه فين؟ أقول له في مصنع غذاء النبات اللي هو مين يا مستر حامد؟ الأوراق الخضراء يا ولاد، ده المطبخ بتاع النبات. طيب النقطة الثالثة: ينمو النبات بمعدل بطيء، بيبقى الكلام ده في الأماكن الإيه؟ بدن بطيء يبقى في الأماكن المظلمة. الكائنات اللي بتتغذى على النباتات يبقى اسمها الكائنات الإيه؟ اسمها الكائنات المستهلكة، ولكن هنضيف كلمة الأولية في السلسلة الغذائية يا فوزية. بعض الأوراق تشبه الإبر زي أوراق مين؟ أقول له الصنوبر، نبات الصنوبر أوراقه إبرية. يصعد الماء خلال ساق النبات عبر أوعية مين؟ أقول له بدم صعود يبقى عبر أوعية الخشب. نيجي لسؤال تاني بنفس الطريقة، جايب لي مجموعة كلمات وهنختار منها ونحط في المكان الفاضي. تنتشر بذور مين؟ من خلال حركة المية. أقول له بدم قلت المية يبقى جوز الهند، بنلاقيه طافي وعايم على وش المية. النقطة التانية: تمتص مين المية والعناصر الغذائية من التربة؟ أقول له الوظيفة دي وظيفة مين؟ الجذور، وظيفته امتصاصية. تتغذى البكتيريا والفطريات على مين؟ بص فوق هتلاقي المناسب: بقايا الكائنات الميتة لأنها من الكائنات المحللة. الفضلات اللي بتخرجها اللي بتخرجها الكائنات المحللة بتبقى غنية بإيه؟ أقول له غنية بالعناصر الغذائية، علشان كده تعتبر سماد يساعد على خصوبة التربة. تنقل مين الدم من الجسم إلى القلب؟ أو ده سؤالي غلط يا ولاد، ده سؤالي غلط. ناس كتير عارفة إنها حاجة من اتنين، يا الشرايين يا الأوردة، دول جدعان. طب ولد متلخبط، هو بيقول لك من الجسم، من بيلم من الجسم يوديه القلب، يعني راجع يعود للقلب. فاكر المستر حامد كان بيقول لك ايه؟ يعود ده اورده بالدال، يبقى تنقل الاورده ليه؟ لانها عوده. امال مين اللي اخد لقاء الذهاب؟ الشرايين، الشرايين من القلب لخلايا الجسم. نيجي للسؤال الثاني، سؤال صوب وهنصوب الكلمه الخطا بس. يتشابه نظام النقل في النبات مع الجهاز الهضمي؟ لا يا حبيبي غلط. امال مع مين؟ مع الجهاز مين الدوري، هو اللي بيقوم بالوظيفه اللي تخص جهاز النقل. يبقى التصويب بتاعها هنا
هنيجي ونكتب الجهاز الدوري بذور جوز الهند بتنتقل عن طريق الالتصاق بفراء الحيوانات، اقول له لا، جوز الهند عن طريق المية. طيب التربة من الاحتياجات الاساسية للنبات؟ لا يا عم غلط، امال مين يا جماعة؟ المية. طب ليه التربة غلط؟ لان ممكن نبات ينمو على اخر. طيب تعد عملية الهضم في النبات من مقومات الحياة على سطح الارض، مش الهضم يا عم، مادام قلت النبات يبقى عملية البناء الضوئي. فعملية البناء الضوئي بيحول من طاقة ضوئية الحرارية، لا، إلى طاقة كيميائية، طاقة فيها تفاعلات. طيب الكائنات المنتجة بتزيد من خصوبة التربة، مش المنتجة، أمال مين؟ المحللة. تنقل الشرايين الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون وهو رجع للقلب، أقول له لا. عكس الشرايين يبقى مين؟ الأوردة اللي مستر حامد لسه بيقول بتعود. طيب تنقل العناصر الغذائية والمية في النبات والجهاز الدوري في اتجاهات متعددة، أقول له غلط، معروف عنها إنها بتتحرك في اتجاه واحد فقط. تمتص الأوراق المية والغذاء من التربة، أقول له ليه هي الأوراق مدفونة في التربة؟ غلط، أمال مين اللي بيقوم؟ الجذور. من النواتج الثانوية لعملية البناء الضوئي والأساسية للإنسان إن يطلع ثاني أكسيد الكربون؟ إجابة خاطئة، أمال يطلع لنا مين؟ الأكسجين. يستطيع الإنسان صنع غذائه بنفسه؟ إجابة خاطئة، نقول له النباتات الخضراء. تحدث عملية البناء الضوئي في الساق؟ أقول له غلط، عملية البناء الضوئي بتحصل في الأوراق الخضراء. المستوى الثاني والثالث في السلسلة الغذائية يشمل المحللة؟ غلط، تاني مستوى بيشمل مين؟ المستهلكة. المسؤول عن اللون الأخضر في النبات مادة اسمها إيه؟ مادة الكلوروفيل الخضراء. الكلوروفيل الخضراء مسؤولة عن اللون الأخضر في النبات. ونيجي لسؤال، اكتب المصطلح العلمي، وسؤال طويل يا ولاد. فتحات صغيرة على الورقة بتسمح بدخول الهواء، ده تعريف مين؟ الثغور. كائنات حية صغيرة بتكمل عملية التحلل، يبقى كائنات مين؟ المحللة. أجزاء التكاثر في النبات، الزهرة يا ولاد أو الأزهار. تداخل، أول ما ألاقي تداخل وسلاسل غذائية يبقى كلنا عارفين إن ده تعريف مين؟ ده تعريف الشبكة الغذائية. يبقى نيجي هنا ونكتب الشبكة الغذائية، تعالوا نقولها، هي تداخل من السلاسل الغذائية المختلفة في نظام بيئي معين، عملية يعتمد عليها النبات في صنع غذائه. اسم العملية إيه؟ عملية البناء الضوئي يا مستر. طيب مين الجهاز اللي بيتكون من قلب ودم وأوعية دموية وينقل العناصر الغذائية؟ مين الجهاز ده؟ الجهاز الدوري هو المسؤول عن هذا الأساس. طب نظام بيتكون من حية وغير حية، عنده الاتنين، كائنات حية وغير حية، يبقى ده تعريف مين يا ولاد؟ النظام البيئي يا مستر حامد، ده تعريف اسمه النظام البيئي. طيب عملية إنتاج أفراد جديدة، إنتاج أفراد جديدة يعني بتخلف، يبقى ده تعريف مين؟ ده تعريف التكاثر في النباتات. اللي بعده، تزيد من امتصاص المية والعناصر الغذائية من التربة للنبات، تزود امتصاص المية. نمرة 9، هتبقى الإجابة إيه يا ولاد؟ اللي بيزود الامتصاص تحت يبقى الشعيرات الجذرية يا جماعة، الشعيرات الجذرية المتصلة بالجذر. طيب أحد أنواع البذور وبينتقل بالالتصاق بفراء الحيوانات وملابس الإنسان، دي بتاعت البرقوق يا مستر، يبقى بذور البرقوق. جميل، عملية تحدث لإنتاج أفراد جديدة ومن نفس النوع، ده تعريف مين يا جماعة؟ ده تعريف عملية التكاثر اللي كلنا عارفينه. طيب مين المادة المسببة لظهور اللون الأخضر في النبات؟ المادة الأساسية اسمها مادة الإيه يا ولاد؟ مادة الكلوروفيل، مادة الكلوروفيل. طب مين المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض؟ الشمس. طب شكل السقف في معظم الأزهار بيبقى شكله إيه؟ رأسية مستقيمة، رأسية مستقيمة، ومحدش يكتب واحدة. السؤال اللي بعده، عملية نقل البذور من مكان إلى آخر، نقل البذور من مكان إلى آخر
يبقى اسمها ايه ما دام في نقل؟ يبقى اسمها يا مستر حامد انتشار البذور. انتشار البذور ده اللي هي عمليه الانتقال، عمليه بتقوم بها الكائنات المحلله لتعيد التنظيم مره اخرى، يبقى دي اسمها عمليه الايه؟ التحلل بالنسبه للكائنات المحلله. اوعيه تعيد الدم اللي جاي شايل ثاني اكسيد الكربون الى القلب، ما دام قال تعيد يعني تعود، تعود يبقى مين الاجابه؟ الاورده. برافو عليك كل اللي قال. طيب الكائنات التي لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها يبقى اسمها ايه يا ولاد؟ الكائنات المستهلكه. الكائنات المستهلكه لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها. مجموعات من الكائنات الحيه والعناصر غير الحيه ولكن بيتفاعلوا مع بعض. يبقى ده تعريف مين؟ ده تعريف النظام البيئي يا ولاد، اللي بيشتمل على الاتنين معا. طيب مواد يتم إعادتها للتربة في عملية التحلل. ها لو المواد تمت إعادتها مرة أخرى إلى التربة في عملية التحلل يبقى دي اسمها إيه يا ولاد؟ مين جدع يعرف؟ العناصر الغذائية. ما هي المواد اللي بتعود يا مستر مفيدة للتربة يبقى تعتبر غذاء وسماد. العناصر الغذائية عملية طبيعية تساعد على إعادة تدوير العناصر الهامة. إيه العملية الطبيعية دي اللي بتساعد على إعادة التدوير؟ لسه قايلينها في صيغة سؤال تاني، عملية التحلل. طيب مجموعة من الأوعية بتنقل العناصر الغذائية باتجاه واحد بين أجزاء النبات. كمان مرة كده، مجموعة أوعية وتخص النبات. آه ده الجهاز الدوري، بس النبات ما عندوش دوري، أمال اسمه إيه؟ نظام النقل في النبات. طيب أوعية جميلة غنية بالأكسجين ومن القلب لباقي الجسم، أو ده بقى الشرايين يا ولاد لأنها من القلب أولا. طريقة انتشار البذور زي القيقب والهند بقى كلنا عارفين الطريقة بتاعتهم، بطريقة الرياح علشان ريشية خفيفة. غاز ينتج من عملية البناء الضوئي ويعتبر ناتج ثانوي، بدم ينتج من البناء الضوئي يبقى غاز الأكسجين. ونيجي للسؤال اللي بعده، بعد ما وصلنا ل 25 هنيجي لسؤال التوصيل وهناخده معانا. الكائنات المنتجه نوصلها بمين؟ اهي 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 يا مستر، الكائنات المنتجه اهي هي كائنات تستخدم ضوء الشمس لصنع غذائها. طب اللي بيستهلك ده؟ مستهلك ده هم يا جمل، بيتغذى على النباتات والحيوانات. طيب بالنسبه للكائنات المحلله هي اللي بتعيد للتربة العناصر الغذائية بعد تحللها. ونروح لجدول آخر من أسئلة التوصيل، وبيقول لي الساق والجذور والأوراق، ونقرأ الجنب ده. يلا الساق نوصلها بإيه؟ الساق نوصلها بإيه؟ فكر كده، هل بتمتص المية من الجذر، بتنقل المية من الجذر إلى باقي أجزاء النبات، ولا بتمتص ثاني أكسيد الكربون، ولا بتمتص المية والعناصر الغذائية؟ فكر كده، فكر تلاقيها سهله. الساق ده سهله قوي يا مستر، اللي قصاده بينقل الميه من تحت لفوق. طب بالنسبه للجذور، الجذور بتمتص الميه والعناصر الغذائيه، اما الصخور الفتحات تمتص ثاني اكسيد الكربون. خلص الجدول الثاني ونيجي للجدول الثالث. يلا مع بعض، الفريسه اوصلها بايه؟ كائنات تتغذى عليها الحيوانات المفترسة يا عيني. طب بالنسبة للأسود، لا ده مفترس، يبقى ده يعتبر منين؟ من الكائنات المفترسة، ثلاثية. طب البكتيريا هي كائنات محللة تتغذى على الفطريات. ونيجي للنقطة اللي بعدها، الكلوروفيل فايدته ايه يا ولاد؟ فايدته معروفة، يمتص ضوء الشمس ويجعل أوراق النبات خضراء. طيب بالنسبة للأوراق دي بيحصل فيها عملية البناء الضوئي. طب بالنسبة لأوعية اللحاء دي من مسؤوليتها نقل الأكل، تنقل الغذاء وتنقل الجلوكوز من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات. آخر سؤال، أيوة آخر سؤال، نظام النقل، الشرايين، الجهاز الدوري. يلا يا ولاد، نظام النقل ده يخص مين؟ نظام النقل يا مستر حامد ده يخص النبات. يبقى مجموعة من الأوعية تنقل العناصر الغذائية بين النبات. طب الشرايين أوصلها بإيه؟ شرايين أوعية دموية.
تنقل الدم المحمل بالأكسجين من جوه لبره من القلب إلى الرئتين. أما الجهاز الدوري بيتكون من قلب ودم وأوعية دموية. بكده خلصنا الجزء الثاني من سلسلة المتميز. يا رب الأسئلة تكون مفيدة والشرح بسيط وسهل ومفهوم بإذن الله.